بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 40 بعد 100. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البدع في الدين منهي عنها. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالواجب اتباع ما أنزل الله، ولا يزاد على ما جاء في القرآن والسنة من العبادات. والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة ما أحدث في الدين من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتمسك بالسنة وترك البدع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: كل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم عن البدع في الدين. وليس في البدع شيء حسن، كلها سيئة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، العام في كل ما أحدث. فلو كان فيه شيء حسن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مردود على صاحبه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، هذا يعم جميع البدع. فمن قال إن هناك بدعة حسنة فإنه يكون مخالفا لهذا الحديث. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا، ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة. هذه معاكسة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. البدع كلها ضلالات ومحرمة ولا تجوز. نعم شيخ صالح، ما السبب في تمسك بعض الناس وانصرافهم إلى هذه البدع؟ السبب إما الجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقليد للناس، تقليد الأعمى للناس، وإما أن يكون ذلك لرغبة في نفوسهم وشهوة في نفوسهم لما يحصلون عليه من وراء هذه البدع من المطامع والمآكل والمشارب والفرح بغير ما يجوز الفرح فيه، أو يكون ذلك بسبب دعاة الضلال وما أكثرهم الذين يروجون للبدع ويحسنونها للناس من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. دعاء السوء لهم دور كبير في إضلال الناس وإغرائهم بالشرك والبدع وإغرائهم بالمعاصي والمخالفات، يجب الحذر منهم. ولو كانوا يتسمون بالعلم ويتصفون بالعلم، فإن العبرة ليست لوجود العلم فقط، بل العبرة بتقوى الله خشية الله سبحانه وتعالى. المراد العلماء الربانيون، علماء الراسخون في العلم، والعلماء الذين يتقون الله ويخشونه. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين الذين يضلون الناس بالدعاية للكفر والإلحاد والشرك والبدع والمعاصي، يخاف منهم. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول من المغرب أركامه عبد القادر: بالنسبة لأخذ الأجرة على ملازمة المسجد من أجل الأذان والصلوات الخمس
وخطبة الجمعة، هل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ هذا لا يقال فيه أجرة، لا يقال فيه مكافأة وإعانة، ولا يقال فيه أجرة، فما يبذل من بيت المال أو من المحسنين لمن يقوم بإمامة المسجد أو من يقوم بالأذان أو من يقوم بخدمة المسجد، فإن هذه مكافأة القصد منها الإعانة للتفرع لهذا العمل الجليل. أما من قام بهذا العمل لطلب هذه الدراهم أو هذا الطمع، يعني ما ليس له نية في الأجر ولا نية في العبادة، وإنما قصده نيل هذه الدراهم، فهذا يدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا بعنوان: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فمن اتخذ الدين مطية للحصول على الدنيا فإنه يكون مشركا ويكون متوعدا بهذا الوعيد. أما إذا اتخذ المال وسيلة للعبادة ولطاعة الله فهذا مثاب وهذا محسن، يجب التفطن لهذا. من اتخذ العبادة سببا لنيل المال فهذا حابط عمله وهو متوعد بالنار، وهذا شرك بالله عز وجل. ومن كان بالعكس اتخذ المال لأجل عبادة الله يستعين به على عبادة الله فهذا محسن. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. يقول السائل من المغرب من فاس: الإنسان إذا أراد أن يقرأ برواية ورش ثم ينتقل إلى رواية حفص أو غيرها من القراءات السبع، هل يجوز له هذا في الصلاة وخارج الصلاة؟ أما خارج الصلاة فلا بأس، لأجل التعلم والاستفادة من هذه القراءات والمحافظة على بقائها وعدم نسيانها. أما في الصلاة فلا تكون إلا بقراءة واحدة، تكون بقراءة واحدة، وتكون القراءة المعروفة في البلد، القراءة المعمول بها في البلد، ولا يأتي بقراءة أخرى لا يعمل بها في هذا البلد يشوش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أسأل عن الصرف، أعني من عملة إلى عملة مثلا، هل هذا يعد من الربا، وذلك في الحالة الاقتصادية لكل بلد؟ نعم، صرف العملة بالعملة يدخله الربا، إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة. فإذا كان النقد بيع بجنسه من النقود فإنه يدخله ربا الفضل وربا النسيئة، فيشترط فيه تساوي في المقدار والتقابض في المجلس، كما لو باع ريال سعودي بريال سعودي هذا اتحد الجنس، اتحدت العلة، فلا بد من الحلول أو التقابض ولا بد من التساوي في المقدار. وأما إذا اختلف الجنس، كان باع ريالات سعودية بدولار أمريكي، فهنا يجوز التفاضل ولكن يحرم التأجيل، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فكان يدا بيد. إذن ربا النسيئة يحرم سواء اتحد الجنس أو اختلف بين النقود المصروف بعضها ببعض، وأما ربا الفضل فإنما يأتي إذا اتحد الجنس. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل من المغرب عن تسمية الولد عند ذبح العقيقة، هل ينسب إلى أبيه أو إلى أمه، ومتى يتم ذلك مأجوري؟ لا يشترط ذكر اسم الولد عند العقيقة، الولد يسمى بعد ولادته ويختار له الاسم الحسن، ويكون هذا في يوم السابع أفضل، وإن سماه قبل أو بعد فلا بأس. أما عند ذبح الذبيحة فلا ضرورة إلى ذكر التسمية اسم الولد، أو أنه ما يسمى إلا عند الذبح، هذا لا أصل له، لكن يسمى في اليوم الذي تذبح فيه العقيق، هذا هو الأفضل، وإن سماه قبل أو بعد فلا مانع من ذلك. نعم، عبارة قالها الشيخ، يقول: هل ينسب الولد هذا إلى أبيه أو إلى أمه؟ لا أحد ينسب إلى أمه إلا ولد الزنا، لكن ينسب إلى أبيه إذا كان يعرف، فإنه ينسب إلى أبيه إذا كان يعرف، فإنه ينسب إلى أبيه. أما إذا كان ما يعرف له أب فإنه ينسب إلى أمه، فيقال ابن فلان. نعم،
الطفل المولود إذا مات بعد الولادة هل يجب على والده أن يعق عنه أم لا؟ إذا كان أنه بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه فإنه يستحب تسميته، يستحب العقيقة له، ويجب أن يعامل معاملة الجنازة، أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه أصبح إنسانا إذا نفخت فيه الروح، فيأخذ وأحكام الإنسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يوكل شخص ينوب عنه في ذبح الأضحية والعقيقة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يوكل شخصا في ذبح الأضحية أو ذبح العقيقة أو ذبح الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه في ذبح باقي بدنه التي أهداها في حجة الوداع، وكله أن يذبح بقيتها، ذبح صلى الله عليه وسلم عددا منها ثم وكل عليا في ذبح الباقي، دل على أنه يجوز التوكيل في ذبح القربان، ولكن كونه يتولاه هو بنفسه يذبحه هو بنفسه هذا أفضل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا عبادة: صل لربك وانحر، وإن صلاتي ونسكي ذبيحة ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كونه يتولاه وهذا عبادة أفضل. أما إذا وكل التوكيل جائز، لكن يشترط أن يكون الوكيل من أهل الزكاة، يعني يكون مسلما أو كتابيا. أما إن كان كافرا أو كان لا يصلي أو كان مشركا إنه لا يجوز توكيله، لأن ذبيحته حرام، ذبيحة الكافر حرام، ولا يستثنى منها إلا ذبيحة الكتابي اليهودي أو النصراني، قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذبائح، ذبائح أهل الكتاب. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. يسأل في آخر أسئلة هذا السائل عن حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن، فمثلا يجتمع الناس في وليمة من الولائم ويقرأ فيهم، هذا الشخص حامل القرآن يقرأ فيهم شيء من القرآن الكريم فيعطونه، ويقوم صاحب الوليمة ويعطيه أيضا قدرا من الماء من الدراهم، هل هذا جائز أم حرام؟ أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس به، أو على الرقية لا بأس به، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في التعليم معلم القرآن يأخذ أجرة لا بأس، أو الذي يرقي المريض يأخذ أجرة لا بأس. وأما أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في المحافل أو في المآتم فهذا أمر لا يجوز، لأن قراءة القرآن على هذا الوجه عبادة، ولا يجوز أخذ الأموال على العبادات، والأجرة لا تؤخذ على العبادات، لما سبق في السؤال الذي قبل هذا أنه لا يجوز أن يتخذ العبادات وسيلة لتحصيل المال، وتلاوة القرآن عبادة فلا يتخذها لتحصيل المال، ولأن تلاوة القرآن في هذه الحفلات أو هذه المآتم بدعة محرمة، تلاوته في هذه المناسبة بدعة، لأن هذا ما أنزل الله به من سلطان، إن القرآن يقرأ في هذه الحفلات. نعم. جزاكم الله خيرا. أم محمد من القصيم من بريدة تقول: زوجي أصيب بجلطة في الرأس وهو جنب، ورقد على إثر ذلك في المستشفى ما يقارب من 2 شهر لا يعرف أحد، ثم توفي ولم أخبر أولادي بأنه جنب إلا بعد موته ودفنه، هل يلحق الزوجة إثم بعدم إخبارها الأولاد بأنه جنب؟ لا، زال تكليفه ما دام أصابته الجلطة وزال شعوره وزال تصوره وعقله، فإنه زال عنه التكليف، لا شيء عليه، لكن لما مات تغسل جنازته تغسيل الميت. نعم. تقول أم محمد من القصيم: كم عدد ركعات الوتر؟ هل هي ركعة وأسلم أم ركعتان؟ وماذا يقرأ في كل ركعة؟ ركعات الوتر أقلها ركعة واحدة صليها ويسلم منها، هذا أقل شيء، وأدنى الكمال 3، صلي ركعتين شرع ويسلم منهن، ثم يقوم للثالثة ويصليها ويسلم منها، هذا هو الأفضل، 3 ركعات بسلامين هذا هو الأفضل، وإن صلىها 3 ركعات سردا بتسليم واحد جاز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. لو داوم على هذه 3 ركعات بسلام واحد داوم عليها، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، لكن الأفضل أن يجعلها بسلامين، هذا هو الأفضل. نعم. جزاكم الله خير.
ما حكم من صلى ثلاث أوقات بوضوء واحد مع وجود الماء؟ لا بأس، ما دام لم ينتقض الوضوء فإنه يصلي ما شاء من الصلوات، ما دام أن الوضوء لم ينتقض. أما لو كان طهارته بالتيمم وحضر الماء فإنه لا يجوز أن يستمر على التيمم، إذا حضر الماء يبطل التيمم. نعم، جزاكم الله خير. ما حكم وضع المكياج تقول وأنا صائمة؟ جزاكم الله خير. إذا كان لا يتسرب إلى الحلق منه شيء فلا بأس، لأن الشفتين ظاهرتان. نعم. السائلة ها عين عين من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم تقول إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي. تقول: من عزم على صيام يوم وإفطار يوم هل يصوم يوم الجمعة منفردا وكذلك السبت، أم يكون ذلك مكروه في حقه؟ وكيف يمكن الجمع بين النهي عن صوم الجمعة منفردا وصيام يوم وإفطار يوم، وهل لا يصام السبت مطلقا إلا في الفرض؟ إذا كان من عادته أنه يصوم يوم ويفطر، يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه السلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم ولو صادف يوم الجمعة. إذا صادف يوم الجمعة اليوم الذي يصومه أو يوم السبت صادف اليوم الذي يصومه فإنه لا بأس. إنما قال العلماء يكره إفراد الجمعة وإفراد السبت إذا كان ليس من عادته أنه يصوم الأيام أو يوم ويفطر يوم. أما إذا كان إذا جاءت الجمعة في صيام كان يصومه أو جاء السبت في صيام كان يصومه فرضا أو نافلة فإنه يصوم ولا يكره ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، إذا حاضت المرأة في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك عن الطعام والشراب عملا بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أم يجب عليها عدم الإمساك؟ إذا حاضت المرأة الصائمة في أثناء النهار فإنها تفطر ولا تمسك، لأن هذا الإمساك غير مشروع. إنما العكس، لو أنها كانت حائضا ثم طهرت في أثناء نهار رمضان، طهرت في أثناء نهار رمضان، فإنها تمسك بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. من أسئلتها تقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للحائض قص أظافرها وفعل سنن الفطرة الأخرى أثناء الحيض أيضا؟ لا مانع من ذلك، أن تقص أظافرها وتزيل ما يطلب إزالته شرعا من الشعور ولو كانت حائضة. نعم. في آخر أسئلة السائلة من محافظة الفيوم تقول: فضيلة الشيخ، هناك إحدى الفتيات كان عليها حدث يوجب الغسل ولكنها لم تغتسل جهلا منها، وصلت على حالتها إلى أن حاضت فاغتسلت بعد الطهر، ثم حدث لها ذلك الحدث فلم تغتسل وهكذا، ثم علمت أن ذلك الحدث يوجب الغسل فاغتسلت، فهل عليها إعادة لتلك الصلوات أم أن غسلها للحيض يجزي، علما بأن نيتها الاغتسال من الحيض فقط؟ وهل كل الصلوات فاسدة ويجب الإعادة، أم أن صلاتها التي بعد الاغتسال من الحيض وقبل الحدث صحيحة؟ لا ندري ما هو هذا الحدث، هل هو يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، لم توضحه. نعم. ولكن لو قدر نعم. أن هذا الحدث يوجب الغسل كالاحتلام مثلا نعم. أو الجماع، فإنه يجب عليها الاغتسال، فإن صلت من غير اغتسال فصلاتها غير صحيحة لأنها لم تتطهر. الله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا كان عليها حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنها يجب عليها الاغتسال، فإن صلت بدون اغتسال فصلاتها غير صحيحة، فعليها إعادة الصلوات التي صلتها بدون اغتسال ما لم تكن كثيرة جدا ويشق عليها قضاؤها، فإنها قد تعذر بالجهل في هذه الحالة إذا كانت يعني طول عمرها أو طول حياتها الماضية وهي على هذا الحال، ويشق عليها الصلوات التي صلتها على هذه الحالة وهي جاهلة بالحكم، فإن بعض العلماء يرى أنها تعذر بالجهل لمشقة أو عدم استطاعة القضاء الصلوات الطويلة الكثيرة. أما إذا كانت الصلوات قليلة وبإمكانها أن تقضيها فإنه يجب عليها قضاؤها لأنها صلتها على غير طهارة. وأما أن الغسل عن الحيض يجزي عن الجنابة فنعم يجزي، حتى الغسل المسنون يجزي عن واجب، قال أهل العلم: وإن غسلا مسنون
هنا أجزأ عن واجب، وقالوا إذا اجتمعت عليه أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم. حفظكم الله. السائل هذا الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: رجل كان لا يصلي فيما سبق وتاب إلى ربه وعاد إلى ربه وأقبل على الصلوات بالمحافظة عليها وبعبادة ربه عز وجل، الآن يقول أريد أن أعوض وأن أقضي ما فاتني من الصلوات الفائتة، كيف أقضيها ومتى تصلى صلواتي الفائتة؟ الصحيح من قول العلماء أن تارك الصلاة إذا تاب، أن تارك الصلاة متعمدا إذا تاب فإنه لا يقضي ما تركه، تكفي التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأنه كان قبل التوبة على غير دين الإسلام، لأن من ترك الصلاة متعمدا الصحيح أنه يكفر، فإذا تاب إلى الله تاب من الكفر دخل في الإسلام من جديد ويحافظ على الصلوات في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم، رسالة وصلت من أبو حمزة من المغرب، له سؤال عن الزكاة في هذه الأشياء التي يقول سأذكرها: الفول والعدس والحمص واللوبيا. نعم، تجب الصلاة الزكاة في كل حب يدخر، تجب في كل حب يدخر، وهذه حبوب تدخر تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم. يقول أيضا أبو حمزة من المغرب: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتيمم هل هو ضربة واحدة أم ضربتان؟ وماذا يقول وماذا نستطيع أن نمسح الوجه أو اليدين فقط؟ نعم، الأفضل أن يكون بضربة واحدة لوجهه وكفيه، يضرب الأرض، يضرب الأرض التي عليها غبار طاهر، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه معترضة، ويمسح كفيه براحته، هذا هو الأفضل. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا بأس، لكن الأفضل والذي عليه الأكثر أنه يكفي ضربة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد أمامه قبر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بشارع أو بفضاء لم يتصل بالمسجد فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد، لأنه ليس مسجدا على قبر. أما إذا كان القبر متصلا بالمسجد فإنه لا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولو كان المصلي لا يقصد إلا وجه الله، لكن صلاته عند القبر منهي عنها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم، نختم هذا اللقاء بسؤال من السائل حاسين من اليمن، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي صلاة الكسوف والخسوف لحالي حيث أنني أسكن في قرية لا يوجد بها جماعة؟ نعم، تجوز صلاة الكسوف جماعة وفرادى، ولكن صلاتها مع الجماعة إذا تيسرت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما كسفت الشمس وصلى بالمسلمين جماعة، فإذا تيسرت له الجماعة يصلي معهم صلاة الكسوف أو الخسوف، وإذا لم يتيسر فإنه لا بأس أن يصليها منفردا، وليس الجماعة بواجبة لصلاة الكسوف، إنما هي مستحبة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله.